لا ما حد ما يتكلمش يا راجل معلش لاخر مره لاخر مره انت مش على راسك ليش من فضلك وانا كده بتكلم وانت حضرتك بتقاطعني وما في عندك حاجه اهم من اللي انا بقوله طب اتفضل حضرتك انتظر معانا بص يا زملائك ربنا يكرمنا ويوفقنا ان شاء الله بكره الاخ اللي بيضحك هناك ده تتسحب منه الحاجه الساعه ويتكتب قصادها سوء استماع وسخريه سيبك من ان اللي طرد ده رئيس المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك وسيبك من جمال عبد الحميد اللي قاعد عمال يقول يا حوستي السودا يا انا يامه الراجل ده ايه البصة دي ايه؟ دي بصة عيل في تالتة اول المدرس فاق زمايله وخايف الدور يجي عليه وعمال يقول يا رب ما يشوفه يا رب ما يشوفه يا جدعان احنا عارفين ان الصوت العالي بيكسب وعارفين ان كلها بتاكل عيش لكن دي كرامتكم برضه يا رجاله